وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. واحدة صاحبتي عاملة فكرة جميلة جدا للصدقة، عاملة حصالة في البيت بتحط كل يوم فيها مبلغ بسيط بنية الصدقة، علشان نفسها انها كل يوم تطلع صدقة، بس مش شرط كل يوم تنزل من البيت، فنفسها تاخد كل يوم ثواب الصدقة. برحب مرة تانية بضيفنا الشيخ أحمد، أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب ويحفظك ويكرمك ويسترك ويسترنا جميعا يا رب. يا رب الستر والصحة لنا جميعا يا رب. رأيك إيه في الفكرة بتاعتها دي؟ هي نفسها تعمل صدقة كل يوم، بس مش هتنزل كل يوم تدي لحد، فبتحط تحط حاجة بسيطة حاجة بسيطة، و بنية الصدقة يعني، بنية الصدقة، ولما يتجمعوا بتديهم لحد. أو من باب المصارعة يعني، وكويس يعني، حاجة إن هي تسبق وتحاول أن تفعل الخير، وفعل الخير لعلكم تفلحون. المهم نتصدق، المهم في النهاية نجي نكسر الصندوق ده ونطلع للفقراء المساكين. أنا بس عجبني حاجة أحد المفسرين وهو يفسر في قول الله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، والآية بتاع سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقول ربنا جل وعلا: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فبيقول بقى في قضية استبقوا سابقوا سارعوا، فبيقول الأمر بالاستباق إلى الخيرات، استباق يعني إيه؟ هو قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات. يعني أنا أقول لك اعمل خير، فأنا عملت خير، فلما أقول لك اسبق بقى فأنت إيه؟ تزود. يبقى ده أمر زائد على فعل الخيرات. فأنا بعمل الخير وبكمله بقى، يعني بطلعه على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. لكن يقول بقى كلام مهم جدا، يقول: ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات. يعني أنا مثلا طلع الراجل ده عاوز 10 جنيه، فلا 10 جنيه ليه إن شاء الله، 100 جنيه. الراجل ده عاوز غدا، أغديه وأقول له خد وجبة ليك ولأولادك، شوف الفعل ده. فأنا عملت إيه؟ عملت الخير وزودت وأحسنت وجملت هذا الفعل. فيقول اللي بيسبق بقى في الدنيا دي إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. اللي بيسبق هنا هيسبق فين؟ في دخول الجنة. فدي مهمة جدا. الحاجة التانية بقى: فالسابقون أعلى الخلق درجة. يبقى السابقون هيبقى أعلى الخلق درجة في الدنيا كما في الآخرة. والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكوات وحج عمرة جهاد نفع متعد وقاصر. ثم يقول: ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشط. أنا عاوز أنشط اللي قدامي ده، فأعمل إيه؟ أعرفه ما رتب الله جل وعلا على هذا الفعل من الثواب. يقول له: تعرف لو عملت ده ربنا هيديك إيه؟ فربنا بدأ يرتب على فعل الخير ده ثواب عظيم جدا. فقال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميع، كلكم وكلنا رايحين إلى رب العالمين. شيخ أحمد تعالى كده نشوف أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة مع مؤسسة فذكر. إنجازات مؤسسة فذكر اللي بتوفي بوعدها وبتعمل وتقدم لله تبارك وتعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فقط أنا صوتك اللي بوصل للمكان. ستنا أم أحمد، ست أم أحمد اتحركت وطلبت، وبفضل الله تبارك وتعالى المؤسسة جت، وفي المرحلة الأخيرة بفضل الله عز وجل علشان خاطر المية تدخل البيت. يا رب يتقبل منا ومنكم. أنا عايز ست أم أحمد يتكلم عن نفسها بنفسها. أنا كنت بشحط مية من الجيران، وكنت بقدر أجيب مية من برا من على الترع، وجات المؤسسة دي، جات واحدة ست جات قالت لي عاوزة، قلت لها عاوزة عدد مية، قالت لي حاضر. جات عملت لي الورقة وصورت من وقالت لي حاضر هجيب لي. جات بعدها ب 15 يوم ولا 20 يوم بعتوا لي قالوا لي احنا جايبين لك العداد وتعالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انجاز اخر من انجازات مؤسسه فذكر اللي تحسب للقائمين عليها، واحنا من باب الدال على الخير كفاعله. يا رب يتقبل مني ومنكم. امنا الست مرزوقه كانت طلبت، كان الميه ما فيش ميه في البيت، وبتجيب على مسافه بعيده تروح تجيب ميه للبيت، وما فيش هنا الميه مش متوفره زي عندنا في القاهره، فكان لازم المؤسسه تتحرك بعد ما هي طلبت ده، وبفضل الله عز وجل تم هذا الانجاز. انا عايز تسمعوا الانجاز من الحاجه مرزوقه بنفسها علشان تعرفوا الحاله كانت ايه، وبفضل الله عز وجل مصداقيتنا وشغلنا ايه. اتفضلي يا أمي. الله يبارك لكم، الله يبارك لك في صحتك. احنا ما كانش عندنا ميه يا باشا، وربنا كرمنا كده جو بتاعت المؤسسة تدخلوا لنا الميه، لقوني بملى بالغلاء، بحاول بالغلاء من عند الجيران،
دخلونا لما الله يبارك لهم في صحتهم ويبارك لكم ويزقكم من الخير ويعليكم كمان يا رب ويسترها عليكم. انجاز تاني من انجازات مؤسسة فذكر اللي تتولى انجازاتها لتفي بعهودها علشان خاطر لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يا رب يتقبل منا ومنكم. عم نادي كان محتاج في البيت هنا كان محتاج مية وعداد حد يدخل له مية، وبفضل الله تبارك وتعالى تم إدخال المية لحد هنا. علشان كده أنا عايزكم تسمعوا الإنجاز منه مباشرة عشان تشاركوا معنا إن شاء الله. فضل عم نادي. فضلك الله. هي مؤسسة فذكر جت شافت البيت وقلنا لهم عاوزين مية، جابوا لنا عداد مية هنا جزاهم الله كل خير. احنا معنا حالة كانت طلبت ان هي يتعمل لها ميه ويدخلها ميه ويتعمل لها عداد ميه، وبفضل الله تبارك وتعالى اتحركت المؤسسه علشان تدخل الميه لاهلنا المحتاجين الميه. انا اخلي الافضل ان الحاله تتحدث عن نفسها. تفضلي يا استاذ. شركه تذكر لها الشكر ولها الفضل علينا اللي ما كانش عندنا ميه وجابوا لنا عداد ميه. الف شكر الف شكر. زي ما شفتوا حضراتكم بفضل الله تبارك وتعالى المؤسسه بتحرك لاهلنا المحتاجين الميه، اللي ان شاء الله عايز يشارك معانا ده انجاز من ضمن الانجازات. اللي عايز يشارك معانا ان شاء الله رب العالمين ينظر اسفل الشاشه هيلاقي ارقام يتصل بيها علشان المندوب يصله اينما كان. السلام عليكم. تتوالى انجازات مؤسسه فذكر. مؤسسه فذكر بتتحرك علشان خاطر تدخل الميه لاهلنا اللي محتاجين ميه في بيوتهم والميه لسه ما وصلتش لحد دلوقتي، علشان خاطر نحقق كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. أنا مش عايز أكثر من الكلام، خلي الحالة تتحدث عن نفسها. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤسسة فذكر جاوا ركبونا العداد وربنا يعمر بيوتهم ويكسر من أفعال الخير يا رب. لو عايز تشارك معانا مع المؤسسة انت كمان بص اسفل الشاشة هتلاقي فيه ارقام اتصل عليها علشان مندوبنا يصلك اينما كنت. السلام عليكم. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التالية 012-77-67-98-88 او 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. طبعا احنا الحالات بتوجع قلب الواحد، والواحد بيبقى نفسه بقى يشوف الحالات دي وهي فرحانه بعد كده. كويس، بس هو عشان يبقى فرحانه ده اللي انا احسن. انا احسن اليها. ما احنا قلنا في فعل خير، وانا في النهايه انا محتاج ان انا اسبق الى يعني في الدنيا واسبق في الاخره. انا محتاج ان مفيش حد يسبقني في الدنيا. كويس. وكذلك الامر انت تريد الدنيا، بس على الاقل يعني كمان معاها لابد ان تريد الاخره. يعني ما ينفعش اللي انت تقول ايه يعني اللي انا يا اخوانا انا مش عاوز حاجه من الاخره وانا في النهايه انا بكفايه عليا. الاخره اولى اصلا. نعم، الاخره هي الاهم وهي الاولى. بس خلاص، بس يبقى طبعا. اعمل ايه؟ اعمل لاخرتي. طبعا. ما هو النبي عليه الصلاه والسلام حث الناس على ذلك، وهو ربنا سبحانه وتعالى قال كده تعمل للاخره دي عشان هو يوم القيامه اينما ياتي بكم الله جميعا. طب هو لما ربنا يجيبنا يوم القيامه هيجيبنا فين؟ ما هيجيبنا في الاخره. طب وفي الاخره هيقول تعالى يا فلان مش انت كنت بتسبق في الدنيا في فعل الخير؟ اليوم تسبق الى في دخول الجنه، اليوم تكون اعلى من غيرك درجه في الجنه، اليوم تكون اعلى من هؤلاء الذين لم ينفقوا، اليوم انت قريب مني قريب من الجنه. لكن التاني انت عملت ايه؟ والله رب بس يعني افصل حكاية افصل رواية. طب كويس، بعيد عن الله بعيد عن الجنة قريب من النار. والآخرة خير وأبقى. هي الواحد ايه يحسبها صح ويعرف ان احنا عايشين عشان هدفنا. أنا بس انا ما هنا لو حسبتها صح دي معناها لان انا لازم اعرف يعني ايه جنة. واعرف احوال الجنة ايه. ما انا لازم اتعرف على كل ده. هنتعرف بقى بعد ايه التقرير الجاي ومؤسسة فذكر وهنرجع له. بسم الله الرحمن الرحيم. مع مؤسسة فذكر ما زالت تغطيتنا وما زالت رحلة البحث عن الحالات الصعبة، وما زلنا موجودين في قرية بني حلة
بمحافظة بني السويف. ومعانا حالة هنتعرف عليها حالا دلوقتي. اسمك ايه؟ محمود. محمود ايه؟ ربيع. محمود ربيع، ازيك يا محمود؟ عامل ايه؟ عندك كم سنة حبيبي؟ 10. 10؟ بتروح مدرسة؟ ليه؟ معرفش اتحرك. معرفش اتحرك. عندي صوتك، ما بتروحش مدرسة ليه؟ ما بعرفش امشي. ما بتعرفش تمشي خالص؟ يعني لو قلت لك وقف دلوقتي تقدر؟ ايه؟ طب حتى لو سندتك؟ ايه؟ ليه؟ ايه؟ هوب حاول. ايه؟ هوب هوب هوب. ايه؟ حاول. مش هتقدر؟ ربنا يبنيش فيك ويعافيك يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى. الام محمود ازاي؟ الحمد لله. الحمد لله. مين حالك محمود ايه؟ محمود حالته صعبه، على طول قاعد جوه، عايزينه بس يتحرك، عايزين مساعده من عند الله. عايزين له طيب الحاله دي عنده من امتى؟ من حوالي، كان عنده حوالي سنه اكتشفناه فيه. يعني ليه 9 سنين ما بيتحركش ما بيطلعش، احنا اللي شايلينه، احنا اللي عاملين ندخل الحمام. يعني حضرتك اللي بتقومي على خدمته؟ ايوه. ما يقدرش يعمل حمام لوحده، ولا يقدر يشطف، ولا يقدر يطلع بره. في ايه؟ مالك؟ ها؟ إيه؟ مالك؟ ايه؟ مالك؟ عينيك مدمع عليه؟ ها؟ إيه؟ مالك؟ اللهم ساعدونا بالكرسي. ايه؟ قولي بالكرسي. قول على اللي عايز. ساعدونا بالكرسي. لا انت بتعيط ليه؟ ما تخافش. قول لهم ساعدونا بكرسي عشان تقدر تطلع مع اصحابك ويجعلوا في ميزان حسنات. هتزعلني منك؟ بتعيط ليه طيب دلوقتي؟ قول لي، قول لي حبيبي مالك؟ ساعدونا بكرسي. عايز كرسي؟ بسيطة جدا يعني، ولا تعيط ولا تزعل نفسك، أحلى كرسي يا سيدي الأحلى محمود. ها؟ أحلى كرسي الأحلى محمود، بس كده؟ لا اله الا الله. الا في له اخوات؟ له اخت. له اخت واخ. اخت؟ اخت ايوه، تخش بعد العيد. واخ اصغر منه؟ الاخ. هم الحمد لله سلام. ايوه. ووالده؟ والده على باب الله شغال، يعني فلاح. فلاح على باب الله. ربنا يا رب يوسع علينا وعليكم ويرزقكم. انت عارف ان انت من اهل الجنه ولا مش عارف؟ عارف ولا لا؟ ها؟ عارف ان انت من اهل الجنه ولا لا؟ ها؟ عارف يعني؟ طيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا عارفين حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع، كان عندها مرض الصرع، وطبعا أظن حضراتكم عارفين مرض الصرع. برضو بيبقى في خلل في خلايا المخ، فبتصرع بيحصل لها تشنجات. فراحت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادعو الله لي أن يشفيني. فسيدنا النبي خيرها وقال لها إن شئت دعوت الله لك، وطبعا دعاء حضرة النبي مستجاب. فحضرة النبي خيرها بين أمرين، قال لها إيه رأيك، أدعي لك وربنا يشفيكي، ولا تفضلي زي ما أنت وتدخل الجنة؟ فالست المؤمنة العقلة اختارت الإيه؟ اختارت الجنة. بس طلبت من حضرة النبي طلب، قالت له طب يا رسول الله ادعو الله لي ألا أتكشف. شوف المسلمة العفيفة اللي عايزة جسمها ما ينكشفش، وست صاحبة مرض، وربنا قال لنا في القرآن ليس على المريض حرج، لكن شوف المسلمة العفيفة مريضة صاحبة مرض، ورغم كده طلبت من حضرة النبي أن يدعي لها عشان لا تتكشف، يعني ثيابها ما تترفعش من عليها وهي خارج الوعي في حالة الصرع. فحضرة النبي دعا لها. ولذلك كانوا يقولون، كانوا يقولوا الصحابة يعني من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء. طبعا حالة ابننا محمود يعني أنا شخصيا بحاول أمسك دموعي حقيقة، يعني فدموعه غالية قوي عندنا. فإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني هو طالب طلب بسيط قوي، وإن شاء الله طلبه مجاب من عند أهل الخير، من عند ربنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. هو عايز كرسي كهربائي متحرك عشان خاطر يعرف يتحرك بيه، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هتوعدنا تروح الكتاب أو تروح المدرسة عشان تحفظ القرآن. يعني إن شاء الله لما يجي لك الكرسي ها ها هتروح الكتاب. عندكم كتاب في البلد؟
عندكم كتاب تروح الكتاب وان شاء الله تقدم في المدرسه حتى لو محو اميه ما فيش مشكله، فطالما الكرسي جالك يبقى مالكش عذر، صح ولا لا؟ صح، وعد ماشي. طيب ان شاء الله باذن الله تعالى. ست محمود هستاذن حضرتك، معلش احنا طبعا صورنا الحلقه وهنزيحها على التلفزيون، فمعلش لازم حضرتك توافقي ومحمود يوافق ان احنا نزيح الحلقه، فموافقين على اذاعه الحلقه؟ يا عم موافقين، ويجعلوا في ميزان حسناتكم يا رب ان شاء الله. يقدركم على الخير ان شاء الله. موافق يا استاذ محمود؟ شوف نفسك في التلفزيون، بس لما تشوف نفسك كده انا عايزك تبقى مبتسم كده وتضحك، صح ولا لا؟ ها؟ ان شاء الله. بنناشد احبابنا اهل الخير، بنقول لهم فاستبقوا الخيرات. ارقامنا ارقام مؤسسه فذكر ظهر على الشاشة قدام حضراتكم، عايزين نبادر نسارع عشان خاطر نرسم البسمة والفرحة ونبدل الدموع اللي نزلت من عينين محمود دي، نبدلها لفرحة وسرور وبهجة إن شاء الله. ربنا يا رب يكرمكم ويسعدكم ويبارك لكم وما تشوفوش مرض في جسمكم. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. كنا بنتكلم قبل التقرير على الجنة. طيب ماشي، خلينا ناخد حدود الجنة أول حاجة، بس احنا كلنا يا رب ارزقنا الجنه. آمين. يا رب نقرب الى الله. طب هو ربنا لما قال وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها صح؟ طيب السماوات والارض، طب طولها ايه؟ يبقى السؤال عشان بس افهم للناس، هو الغالب الطول اكتر ولا العرض؟ العرض. الطول. الطول ازاي؟ هاتي لي كده اي حاجه قولوا له الطول اكتر ولا العرض؟ دايما بيبقى الطول في الغالب، بيبقى الطول اكتر حسب يعني. وبالتالي سبحان الله لما اجي اقول للطفل الصغير هو انت بتحب بابا يقول قد ايه؟ الدنيا. قد الدنيا دي كلها. طيب ماشي، كبر شويه قد السماء والارض. مش هو بيعمل كده؟ هاتي لي حاجه اكبر من كده بقى، يلا هي ايه؟ اما اقول لك بتحب ربنا قد ايه فتقول ايه؟ كتير. قد ايه؟ قد الدنيا، قد السماء والارض. في اكتر من كده يعني؟ تعرفي عقلك يجيب اكتر من كده؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقرب صورة الجنة دي شكلها ايه بتقريب الصورة دي الى ما يستوعبه عقول البشر. لو بقول لك انت عارف العرض ده قد ايه؟ قد ايه؟ قد السماء والارض. اللي هو شكل الطفل واحنا صغير قد السماء والارض، ما هتقدر تعرف اكتر من كده؟ ما العقل مش هيستوعب. طب اذا كان ده العرض، طب الطول يبقى قد ايه؟ يبقى انا اعمل لحاجه زي كده ولا عمال اتخانق في مترين في مترين في الدنيا؟ لا اعمل لده. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مره تانية من مسجد السلام بعزبة حسين سليمان مركز إهناسيا محافظة بني سويف، مرة تانية ولكن بعد تقريبا 3 شهور من المرة الأولى اللي التقيت بحضراتكم علشان أعرض عليكم هذا العمل قبل أن يصبح بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل مساهماتكم قبل أن يصبح إنجازا، الآن بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل مساهمات إخواننا الذين كان بفضل الله تبارك وتعالى يعني لهم معظم محافظات مصر كان لها نصيب في هذا الأمر، لكن كان يمكن ربما الحظ الأوفر لإخواننا من محافظة الإسكندرية، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يبارك في أهل مصر جميعا، لكن الحظ الأوفر حقيقة كان لإخواننا من الإسكندرية، وهذه منافسة أنا أعلنها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله. ساهم ولو بجنيه واحد لإضاءة المسجد، أو ولو بجنيه واحد لتبريد المسجد وللمراوح ونحو ذلك، ولو بجنيه واحد للناس عشان تتوضأ في المسجد، وكمان الإخوة بفضل الله عز وجل القائمين يا رب يعينهم في المنطقة
بيعملوا مسجد للسيدات. الآن المشروع مطروح لسه ما عملناش فيه حاجة، بيعملوا مسجد للسيدات أعلى المسجد. أنا أقول لك الآن يعرض عليك أن تركب معنا في هذه السفينة، والله لا تحقرن هذا الأمر، لعلها هي المنجية، سفينة النجاة حقيقة. هذا المسجد هو الوحيد في المنطقة وبيخدم العزبة كلها وما فيش مسجد غيره، وهنا محتاجين المية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما عندناش الكهرباء الكافية للمسجد، هنا المسجد محتاج مية، ما لكن ما فيش مية خالص، بنمشي مسافات بعيدة عشان نصلي. الحمد لله، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بفضل الله أول ما جت لنا المؤسسة هنا كان المسجد عبارة عن زي ما حضركم شفتوه عظم المسجد، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى المؤسسة يعني ربنا يبارك فيهم وفي جهودهم ساعدونا كتير، وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حضركم شايفين المسجد بقت فيه سقف ومحارة وكهرباء، ولكن عايز بفضل الله سبحانه وتعالى السمعيات كلها، عايز الفرش، أكباس الكهرباء، بفضل الله زي ما شيخنا تفضل كده وقال، عايزة برضو الأواعد بتاع الحمامات، عايزة مطور، وعايزة يعني حاجات السباكة بتاع في كماليات في السباكة الأواعد، وكذلك بفضل الله عايز النقاشة، وعايز الفرش والفايم، وكم تلاجة كده لشرب الماء اللي هي بتتحط في المساجد دي، وبفضل الله سبحانه وتعالى كمان يعني محتاجين نبني مصلى للنساء فوق. طبعا سقف المسجد كامل ما فيش اي حاجه، عايزين نصب العمدان ونعمل مصلى للنساء فوق. قدم هذا الامر لنفسك في قبرك. انا والله منذ دخلت المسجد لاول وهله بعد في هذه المره، مش في المره الاولى، في هذه المره بعد ان اصبح بفضل الله مسجدا، قلت وربي ادخره لنفسي عند الله يوم القيامه، لان عندي تقصير في صلاه، في خشوع، في ركعه، في سجده، في صلاه صليتها وانا مشغول البال بدنيا، وكلنا الشخص ده. لكن الشاطر اللي يتدارك نفسه في الدنيا قبل ما يلقى الله عز وجل بين يديه في الآخرة، قدم هذا الأمر لنفسك، قدم هذا الأمر قبل أن يأتي يوم يقولوا بقى الحي أبقى من الميت ويسيبونا في قبورنا ويوزعوا التركة على بعض. يا رب يتقبل مني ومنك. مسجد السلام في عزبة حسين سليمان في مركز إهناسيا في محافظة بني سويف ينادي حضرتك، لو إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نويت أن تكتب اسمك في سجل بإذن الله، في سجل الذين يبقى لهم العمل بعد موتهم، لو أردت أن تكتب ذلك وأثر ذلك كذلك في حياتك، انظر أسفل الشاشة هتلاقي أرقام صورها، اتصل بينا علشان المندوب بتاع المؤسسة يصل إليك أينما كنت. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-97-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا من محطة تنقيط وتطهير المياه لتصبح صالحة للشرب في عزبة حسين سليمان. نحن بالفعل نحتاج إلى قلوب تتحرك لأجل أفواه ولأجل أرواح تعيش للأسف الشديد في حالة من العطش. المحطة اللي احنا فيها الآن يا أحباب بيديرها ثلاث مواتير. الثلاث مواتير فقدوا قوتهم فترة طويلة جدا حتى أصبح المحطة بتغذي نص القرية، بينما النص الثاني من القرية يظل محروم من المياه حتى فترة معينة، ثم تنتقل للنصف الثاني تغذي النصف الثاني وهكذا، فيبقى النصف اللي مش بتوصله المية في حالة عطش كامل، بتوصل الحالة علشان يمتلئ معظم الناس تملى المية في الفترة اللي المية بتيجي عندهم ربما توصل ل 48 ساعة، يظل نصف القرية في حالة عطش كامل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ
سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة، هذا كلام النبي، بينما كلام الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المحطة الآن أصبحت ما بتسقيش النص الثاني من القرية، وأصبحت القرية كاملة قد توقفت عنها المياه تماما بسبب ثلاث مواتير بقوة معينة بتغذي القرية كاملة. الثلاث مواتير حصل فيهم عطل مفاجئ، بعض إخواننا المختصين مهندسين مختصين بده قالوا إن كثرة التحميل على الثلاث مواتير أفقدت الثلاث مواتير القدرة كاملة. علشان كده مؤسسة فذكر بتتبنى مشروع المية في المحطة دي تحديدا، علشان أكثر ربما من 300 بيت يحتاجون إلى المياه. بيت ما فيهوش مية يعني بيت ما فيهوش حياة، لأن زي ما تعلمنا من علمائنا أن الله عز وجل كما استودع الطين أسباب الخلقة استودع الماء أسباب الحياة. بيت فيه مية فيه طهارة، فيه صلاة، فيه وضوء، فيه اغتسال. بيت فيه مية فيه مصلية، أخت تجلس في بيتها تصلي، نعلم أن الرجالة بيتوضوا ويروحوا المسجد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وقال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني الواحد يتوضأ في البيت، وكثرة الخطى إلى المساجد يعني أخرج للمسجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. سيدنا النبي قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. محتاجين ثلاث مواتير، سعر المطور 40,000 جنيه في ثلاثة يعني 120,000 جنيه. مؤسسة فذكر تبنت الموضوع ده، بتسعى في اتجاه ان هي توفر الماء لإخواننا من المسلمين في هذه القرية، حتى يتسنى لهم ان يتعبدوا الله عز وجل بالطهارة. قال الله والله يحب المطهرين. يا رب يجعلني وإياكم منهم. لا تحرم نفسك أخي الحبيب، لا تحرم نفسك من هذا الأجر. لو مستعد إن شاء الله تعالى أنك تساهم معنا، انظر أسفل الشاشة هتلاقي أرقام، الأرقام دي صورها واتصل بينا علشان يصلك مندوبنا أينما كنت. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. عايزة أفكركم مشاهدينا، أرقام تليفون مؤسسة فذكر موجودة على الشاشة، اللي عايز يتواصل معاهم يطلع من الزكاة، من الصدقة، يعمل صدقة جارية، يساعد حالة بعينها من الحالات، أو مشروع من مشروعات مؤسسة فذكر، فيتواصل على أرقام التليفون اللي موجودة على الشاشة طول فقرة الخير اليومية. وتعليق أخير يا شيخ. تعليق أخير، لو إحنا عاوزين بقى ندخل الجنة اللي إحنا بنتكلم عليها دي، اللي إحنا بنتكلم في طول وعرض وخلاص، اللي هو أول حاجة تكون من يعني لابد أن تكون من أهل هذه الجنة. كيف أكون من أهلها؟ كيف أحصل صفات هؤلاء الذين سيدخلون الجنة؟ أول حاجة ربنا بيقول الذين ينفقون في السراء والضراء. فأنت ما تقولش يعني لما يكون معايا بس هو اللي أطلع، ولما الدنيا تبقى ماسكة ما لا، طلع كده وطلع كده. والله العظيم واحد كان يحكي كده ويقول أنا كل لما أكون مزنقة عليا وخلاص ما فيش إلا 10-20 جنيه أطلع جنيه، فربنا يفتحها. ينفقون في السراء والضراء يقينا بما عند الله عز وجل. أنا بشكرك يا شيخ حمد، وبشكر مشاهدينا، وسيبكوا آخر تقرير خير في حلقتنا النهاردة مع مؤسسة فذكر. النهاردة في قرية عزبة خليل مسجد التوحيد محتاجين لمية بير للمسجد عشان نتوضى ونصلي فيه، علشان ما فيش مية في المنطقة دي خالص. ومحتاجين سقف للجامع برضو، ومؤسسة فذكر جات اتبنت الجامع بأكمله عشان تعمل حاجات دي كلها، وإحنا محتاجين أهل الخير يقفوا مع المؤسسة عشان يقدروا يعملوا الحاجات دي ويقدروا يساعدونا إن إحنا نبدأ نصلي في الجامع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من قرية عزبة خليل تابعة لمركز سمسطة محافظة بني سويف، مسجد التوحيد. مسجد التوحيد زي ما حضراتكم شايفين تحت الإنشاء على الصورة اللي حضراتكم شايفينها، بدأنا المسجد وبفضل الله تبارك وتعالى وصل لمرحلة تبارك الله رب العالمين هيكون من مساجد بيوت الله عز وجل في الأرض العامرة، لأنه حاوله زي ما الكاميرا جايبة لحضرتك عدد كبير جدا من السكان، للأسف الشديد مفيش مسجد يصلي فيه كل هؤلاء السكان، علشان يخرجوا لصلاة الجمعة اللي بيخرجوا لها تقريبا فقط بسبب بعد المساجد عنهم، بيتمشى مسافة طويلة جدا بالكيلومترات علشان يروح يصلي الجمعة. طب بالنسبة للصلوات الخمس الباقية للأسف الشديد مش متوفر مسجد غير المسجد اللي بيتعمل دلوقتي قدام حضرتك على الشاشة، وهو مسجد التوحيد. مسجد التوحيد مسجد بإذن الله عز وجل من أول وهلة مع متابعة مؤسسة فذكر للمسجد من الأول خالص بالفعل لمسجد أسس على التقوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم الأمر على خير ويكون ليا ولحضرتك فيه حسنات تشهد لنا عند رب الأرض والسماوات، اللهم أمين. فرصة إنك تغرس لنفسك غرسا وتبني لنفسك بيتا عند الله عز وجل في الجنة قبل ما تيجي اللحظة اللي يتمنى أحدنا لو أنه قدم شيئا لنفسه عند الله عز وجل في الجنة. لو عايز تيجي تشوف بنفسك المسجد بفضل الله عز وجل به مكتبة، معد به مكان لمكتبة، ومعد به مكان كذلك لتغسيل الأموات، ومعد به حجرة كذلك غير حجرة التغسيل، حجرة لتكفين والأمور الخاصة بالموتى، علشان من ستر ستر، اللي بيستر ميت بيستر بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. كمان في مكان لتحفيظ القرآن، وفي مصلى للسيدات أعلى لو الكاميرا جايبة قدام حضرتك، يعني مجمع خيري كامل، مجمع خير كامل. كلما قدمت لله عز وجل كلما زادت حسناتك، ولما بتزيد الحسنات يا أحباب بتفرج الكروب، والله تبارك وتعالى بيكشف الهموم والغموم. لما بيصلي الناس في المسجد بيذكروا الله عز وجل ويبقى في ميزان حسناتك ذكرهم لله وتكبيرهم وتحميدهم وتهليلهم، كل هذا في ميزان حسناتك. والله يا أحباب الحياة قصيرة جدا، ليتنا نتعلم ممن كانوا بيننا فماتوا. كان بيننا ناس لو رجعوا للدنيا دلوقتي هيتمنوا لو أن أحدهم قدم لله عز وجل. قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لو عايز تقدم لنفسك قبل ما تقابل ربك تبارك وتعالى يوم نلقاه جميعا، انظر أسفل الشاشة هتلاقي أرقام، صور الأرقام ديت واتصل بينا علشان يصلك مندوبنا أينما كنت. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.